أسمهان جبالي فلسطينية تزوجت من أحد سكان مدينة الطيبة داخل إسرائيل، تعيش معه منذ 24 عاما دون الحصول على الهوية الإسرائيلية، والسبب هو قانون يسنه الكنيسة سنويا يمنع لم شمل عائلات أحد الأبوين فيها فلسطيني لدواع تقول إسرائيل إنها أمنية، تهمة ينفيها الفلسطينيون ويقولون إنها ديمغرافية عنصرية. أسمهان كسواها من الفلسطينيين القاطنين في إسرائيل تقيم بفضل تصريح إقامة مؤقت صادر عن السلطات الإسرائيلية تجدده كل فترة. التصريح يمنح الفلسطيني حق العيش في إسرائيل مؤقتا، ولكنه لا يحرمه من المضايقات والمساءلات القانونية، كما يفرض التصريح على الفلسطينيين قيودا عدة ويجردهم من العديد من الحقوق الاجتماعية. ولكن مش كل الخدمات بيقدروا هم ياخذوها. بالنسبه لرخصه السواكه، اللي معاه رخصه دوليه بيقدر يسوق في كل دول العالم، ولكن هنا بيقدرش يسوقها. بالنسبه للتامين، مش بيقدروش ياخذوا كتسبات يلديم، التامين المخصص للاولاد، مخصصات الاطفال بيقدروش ياخذوها، لانهم هم نفسهم ما لهم ملف بالتامين، لانهم مكانتهم القانونيه اللي هنا بتتجدد كل فتره وفتره. ولا تقتصر معاناة هذه العائلات على المعاملات والقيود، بل تتحول في بعض الأحيان إلى إجراءات تلحق ضررا اقتصاديا ونفسيا لدى العائلات. أحد الأشياء اللي هي إنهم ما إلهم صلاحية، إنهم هم مش أبطروبس، هم ما إلهم صلاحية، ما إلهم ولاية، ما إلهم وصاية على أولادهم اللي تحجي لل 18. النشطاء العرب في إسرائيل يقولون إن السلطات الإسرائيلية أصبحت تلاحقهم عبر المسار القانوني كسن قانون المواطنة والقومية وكامينتس، قوانين يعتبرونها عنصرية. المواطن اللي بيجي من رومانيا، خلينا نقول مواطن روماني، أو خلينا نقول واحد روماني أو واحد أمريكي أو واحد إنجليزي أو واحد فرنسي أو أي واحد من دول ثاني، إمكانيته أنه يأخذ المواطن المؤقت، مش نقول الثابتة حتى، ممكن يأخذها بكل سهولة مقابل اللي بيجي من المناطق الفلسطينية. المحامي شاكر بلعوم سلط في حديثه على رفض المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا لإلغاء القانون بواقع 6 قضاة مقابل 5. قصة عائلة أسمهان هي ليست قصة عائلة واحدة، بل هي قصة ل3000 عائلة منقسمة ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الذي ترونه من خلفي، جانب الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية. عمر ربيع، 24 نيوز، من أمام أحد المعابر بين الجانبين.